مرحبا، كيف كون؟ اليوم راح نكفي محل ما توقفت الفيديو الماضي، وراح نكفي كلام عن الديكوريتورز. تأكدوا انكم حضرتوا الجزء الاول. المثال يلي شرحناه المرة الماضية كان تطبيق ديكوريتر لفانكشن نرسل له جملة string بيرجع لنا اياها كأبر كيس. نفس المثال السابق راح نكفي فيه، بس هالمرة راح نطبق اثنين ديكوريتورز. الأول نفسه بيعمل لي الأبر كيس، والثاني راح يعمل لي راح يفصل الجملة بالليست عن طريق السبليت ميثود موجودة كبيلت ان بالبايثون. يعني هون نفس الشيء، ما في شيء اختلف، إلا بنعمل لهيدا نسخ كوبي بيست بس نغير له اسمه، بدل أبر كيس بنسميه مثلا سبليت، وكمان بياخد فانكشن كأرجيومنت والرابر نفسه، وهون بدل الأبر حط سبليت. وما لو كانوا هذول التسميات نفس الشيء، كل وحدة لوكال يعني ما انا جلوبال، فما راح يأثروا على بعض. وهون نفس الشيء كمان السيمبل تبع الديكوريتور اللي هو ات، واسم الفانكشن اللي عاملينه ديكوريتور. فالمفروض هلا بس اعمل ران، انا الكيب ليرنينج هاي تنكتب كأول شيء ككابيتال احرف كبيرة، وتاني شيء تنحط بليست. تعال نجرب نعمل ران ونشغل الهلو فانكشن. عمل ران، لاحظوا شو اعطاني. اعطاني الكيب ليرنينج كل وحده منفصله عن الثانيه جوات ليست، واثنيناتهم كتبتل. فهذا ان دل على شيء يدل على انه فينا نستخدم كذا ديكوريتر، عده ديكوريتورات يعني بالفانكشن يلي بدنا نعمل له ديكوريت. طيب كمان احد الخيارات انه مثلا بركي انا بدي ابعت argument لما بدي اعمل calling للفانكشن، يعني خليت هيدا الهلو فانكشن ياخذ argument، خليت مثلا name اوكي، وهون ابعت له مثلا يحيى، وهون عدل هاي مثلا اكتب، اعمل run شوف شو بصير. شوفوا شو كتب لي، rapper takes zero positional arguments، بس انا اعطيته واحد، بعت له واحد. فممكن نحن نصلح هذا الخطأ عن طريق ان نخلي الرابر فانكشن، رابر فانكشن ياخذ argument. فبهالحالة بستخدم الـ args والـ kwargs اللي هن عبارة عن variables يعطونا الأريحية بأنه نرسل أي عدد بدنا إياه من الـ arguments من هون. يعني بدل ما نكتب هون x y z على حسب عدد الـ argument، فهون باختصار بكتب بس args sorry star double star kwargs. خلونا نجرب أمر run. كتب لي hello missing one required position argument name. سوري، هون بعدل، هون بحط انه كمان عم ياخذ الفانكشن، عم ياخذ لما عم اعمل له كولينج فهو عم ياخذ argument، فببعث له كمان هون argument. وهون نفس الشيء كمان والله نسخ، او بتعرف شو بلا، تعال نشيل السبليت نحذفه، اتركه بس ابر كيس، ما هو وصلت الفكره. تمام، اعمل run ونعمل run. كتب لي hello يحيى وعمل ابر كيس. فبهالحالة احنا بعتنا arguments مع الفانكشن للديكوريتور. طبعا هدول الاركس والكي دبليو اركس بدهم درس لحال، فلهيك هلا احفظوهم مثل ما شرحتهم، وان شاء الله راح اعمل درس مفصل. يعني كمان ممكن هلا صار ابعت هون مثلا ال h، كمان ابعت الطول هي، فخلص هون الرابر هيدي الستار والاركس بتعرف انه انا عم ابعت كذا argument، فما في داعي اكتب هون اعداد مثل هذول. فبعدل كمان هون، فهون عدلتها زدت ال age وال height hello 25 طولي 170. عم run sorry، اذا عملت ال run selection راح يعطيني hello he is 25. هلا اذا كتبنا هون الكونسول hello dot underscore underscore name underscore underscore، شوف شو بيعطيني، اعطاني رابر بلا النيم، كتبت hello like this، رح يعطيني انه function لل upper case decorator، والحالة العادية ما لازم هيك يعطيني. هو تقنيا مزبوط، بس يعني معلومات ما لازم تكون هيك. فلحتى نصلحها ونخلي ال hello name، بدل ما نحط ال hello name يكتب لي rapper، المفروض يكتب لي اسمه لل function نفسه. فلحتى نصلحها لازم استخدم ال func tools library يلي بتزودنا بديكوريتر بيصلح لي هيدا الموضوع. فكل شيء اللي لازم اعمله اني اكتب فان تولز دوت رابس،
وقالوا له انه بياخذ كمان فانكشن. بعمل run، اذا رجعت كتبت الهلو شوفوا رجع لي اياها انه هو فانكشن بياخذ الارجيومنتس هدول. واذا كتبت الهلو دوت اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور راح يكتب لي اسمه الصحيح. اوكي، تعالوا ناخذ مثال عملي للموضوع. راح نعمل تايمينج ديكوريتر بيقيس مدة تنفيذ فانكشن معين بيطبع لي النتيجة، يعني قديش أخذ وقت لحتى تنفذ هيدا الفانكشن. رح نقيس كم بياخد البايثون وقت ليحسب الفاكتوريال نمبر لرقم معين، ورح نستخدم الفاكتوريال فانكشن الموجود ضمن الماث لايبراري. أول شي بعمل import التايم لأنه عن طريقه موجود تايم فانكشن، وimport للماث مشان استخدم مثل ما تكون factorial function، والimport للfun tools يلي شرحناه الفقرة الماضية وفينكم تحطوها. هلا بكتب الديكوريتر بسمي calculate decorator وبياخد function كالعادة، وهون نحط الفان وبياخد كمان function، وهون نحط الرأي بياخد كمان arcs، وإذا بتكون حطوا KW arcs. هون رح يصير الشغل، رح يبلش اني استدعي التايم فانكشن بسمي start time time. هذا هو الفانكشن الموجود بالتايم لايبراري اللي يبلش يقيس لي الوقت، وهذا الوقت اللي عم ينحسب بينحفز بالستارت variable. هون رح استدعي الفانكشن اللي بحالتنا هو رح يكون factorial، و اسنده ل variable كالعادي. هون اذا بدي بطبع النتيجة، هون خلص شغل بيكون الفانكشن factorial function. فبدي بهيدي اللحظة كمان يقيس الوقت، فببعت time time هون output رح يطلع لي النتيجة النهائية عن طريق اني اطرح ال end time ناقص ال start، وبعمل return لمين لل output، وهون بعمل return لل wrapper timer، وهون الفانكشن الرئيسي اللي راح نسميه factorial مثلا بياخد number معين، بيعمل return بشو للماث dot factorial للنمبر. وأكيد ما بنسى اني حط استدعي الديكوريتر add واسم الديكوريتر function. خلينا نعمل run عشان نتأكد ان كل شيء صح. اوكي في عندي هون، بس خليني اصلح الاسم factorial صح. وهون الفانكشن قبل ما انسى كمان شو بياخد arguments، ف خلينا نجرب نشوف شو بيعطيني. مثلا الفاكتوريال نمبر للعشرين نعمل run، اعطاني قيمة الفاكتوريال نمبر، يعني هيدا طبع لانه انا حط print هون، لو ماني حاطه ما كان طبع شي. فحط الكولينج تبع الفانكشن ب variable بسميه duration مثلا، وبعدين بعمل print duration. اوكي بعمل run، هلا اعطاني قيمة الفاكتوريال نمبر تبعه لعشرين، واعطاني الوقت اللي استهلكه لحتى تنفذت هذه العملية، هو رقم صغير كتير يعني. نجرب نكبر القيمة، اختلفت شوي من بعد ثلاث صفار بعد الفاصلة، بس المهم الفكرة وصلت. طيب وين ممكن نستخدم الديكوريتورز؟ تستخدم لوظائف مثل التايمينج مثل ما شفنا بهذا المثال، وتستخدم بالبايثون ويب فريم ووركس مثل الجانجو وفلاسك. كمان استخدام الديكوريتر بالبايثون بيخليك تبتعد عن التكرار بالكود او ال DRY don't repeat yourself، وكمان الاهم انك اكتسبت خبرة برمجية تعتبر متقدمة بالبايثون. وهون الدرس بيكون خلص، رح سوي اسا جزء للديكوريتر، ورح تكون امور اسا متقدمة بشكل اكبر مثل استخدامها مع الكلاسز. ان شاء الله يكون مفهوم، ما تنسونا من دعمكم، لايك سبسكرايب، وشكرا، السلام عليكم.